اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات 050-516-3525 في ابو ظبي والعين. اليوم طبعا انا بجيب لكم تقرير سريع عن السياره السيلفرادو الهاي كانتري. وصلت عندنا مؤخرا بلون جديد زي ما انتم شايفين. طبعا متابعينا الكرام كانوا سالوا عن تقرير ان احنا نصورها لكم، لسه وصلت السياره عندنا اليوم. يلا بينا نشوف مواصفاتها. سياره السيلفرادو طبعا الهاي كانتري هي الفول اوبشن، اعلى مواصفات عندنا في سياره البيك اب حاليا في موديلات ال21. الماكينة بتكون 6.2 10 غيار 420 حصان. هنشوف تفاصيل مختلفة عن بقية الفئات زي ما انتم شايفين. طبعا الليتات كلها LED كامل مع الكشافات الضبابية LED، الحساسات الأمامية والخلفية. أهم ما يميز السيارة دي طبعا هو الخطوط الذهبية، خلينا نقول بتضيف رونق وجمال وفخامة على الشبك الأمامي. الرنجات بتكون من الكروم قياس 22. نشوف لو التاير هيبين قياسه عندنا هنا البريدجستون 275 على 50 على 22. زي ما انتم شايفين شكله ما شاء الله جميل. السيارة عليها شعار الهاي كانتري المميز. ماكينة 6.2. اللون اللي قدامنا ده اسمه ساتن ستيل، اللي هو بنقول عليه الرمادي المعدني. زي ما انتم شايفين اللون بيتغير على حسب الإضاءة اللي نازلة على جسم السيارة. السيارة بيكون معاها الدواسة الثابتة، الكروم على المرايات، ليتات ال LED على المرايات للبر، في كمان النقاط العمياء اللي على المرايات، الكروم على الأبواب، دخول ذكي على الأبواب. نشوف استهلاك البترول، اللتر الواحد ماشي 10.1 كيلو. تانك البترول بيكون ساعته 98 لتر. السيارة طبعا السلندرات فيها احنا عارفين هي بتشتغل بطريقة ديناميكية، بتفصل 6 سلندر وتمشي بداية من سلندرين، وباقي السلندرات بيكونوا احرار او حرين، يعني بيكونوا ديناميك، بيكون على حسب الار بي ام. السيارة بتفصل وتشغل سلندرات بدون تدخل من السائق عشان توفر في البترول. طبعا الباب الخلفي زي ما احنا شايفين هو قطعتين، في كاميرتين خلفيتين ورا. تمام، بينزل عندنا هنا الباب قطعة زي ما انتم شايفين، قطعة تانية عايزين ننزله كامل، القطعة هنا بتنزل وبعدين دي فتحة من هنا كمان. والحوض بيكون مرشوش جاي من المصنع طبعا، وعليه شعار الهاي كانتري. الباب زي ما انتم شايفين بينزل يا اما قطعة كاملة زي ما انتم عايزين او محتاجين، او القطعة التانية لو حابب تنزلها تستعملها كسلم. زي ما احنا شايفين ده بقى أكتر عملية طبعا، ويسهل الدخول والخروج للصندوق الخلفي. زي ما انتم شايفين بيشيل ماكسيمم على القطعة اللي تحت دي، بيشيل ماكسيمم لحد 170 كيلو. في مقبض هنا كمان بيساعد للصعود. الحوض اوريدي مرشوش. الرنجات مرة تانية 22. كروم على اطارات الشبابيك. نشوف من الخلف في تخشيب على الابواب، الجلد الفاخر هو لونه اسود. شوف شكلها. المكيف الخلفي باطار الكروم على عند فتحات التكييف، وفي تسخين عند الكراسي الخلفيه. هنا في ميزه حلوه جدا طبعا، سعه تخزين في ظهر السيت الخلفي. انتوا شايفين في السيت الثاني كمان نفس الكلام، وعندنا الهيد كاب هولدر موجود هنا كمان بيساعد للراحة للركاب. السيارة بيكون فيها الواي فاي، سماعات البوز، التخشيب طبعا، الخياطة على فتحات المكيف والكروم على فتحات المكيف. اللون الذهبي ده احنا شفناه بره على الشبك الامامي، الجريل الامامي. سيت كله اوتوماتيك، شاحن لاسلكي للتليفون، السده بتاعتنا طبعا هي بدون ثلاجه اكيد، بس فيها فتحات لليو اس بي والتايب سي والاكسلري. وعندنا طبعا عشان هي هاي كانتري بيكون فيها فتحه السقف. الجير خلف الستيرنج كمان هنا الخط الذهبي المميز موجود على الستيرنج.
العداد هنا شاشه ديجيتال زي اللي بتنزل عندنا على التاهو وعلى الكامارو والكورفيت. في ذاكره للوضع السيء او لحفظ وضع السيء لاثنين من الاوضاع. عندنا السيتات الاماميه مبرده او فيها تهويه للتبريد خلينا نقول والتسخين كمان. شايفين ده شكل السياره. نلقى عليها نظرة أخيرة من ناحية السايق عشان نشوف شكل العدادات. وهنا نظام الجر 4x4 الكامل. وهنا الأزرار طبعا البصمة والهاند بريك اوتوماتيك. نشوف باقي الأزرار التبريد والتسخين المكيف الشاشة. عندنا ابل كار بلاي واندرويد اوتو. ممكن توصيلهم طبعا وايرلس او بالكيبل. انتظار اتصالاتكم على مهند في ابو ظبي والعين 050-516-3525 من بن حموده للسيارات. اهلا بكم.